إن شاء الله راح نتكلم على أسباب وعوامل خطر التهاب الأمعاء الغليظة التقرحي. طبعا لم يتوصل العلماء بعد إلى المسبب الحقيقي الدقيق لظهور التهاب الأمعاء الغليظة التقرحي. ثم يعني من يقولون أن التهاب الأمعاء الغليظة التقرحي ينشأ نتيجة ردة الفعل الموجودة في الأمعاء، وأيضا فرط من قبل الجهاز المناعي ضد الجراثيم الصديقة أو الصحية بشكل طبيعي. بينما يعني ثم يعني كثير من العلماء الآخرون يقولون أن المسؤول عن ظهور التهاب الأمعاء الغليظة التقرحي هو جرثومة ما أو فيروس ما أو بكتيريا، ولا ينشأ مرض التهاب الأمعاء التقرحي نتيجة التوتر أو الضغط النفسي. كما أن يعني يعتقد في السابق أن هذا المرض ينشأ عن طريق الاضطرابات النفسية، لكن الضغط النفسي والتوتر لا تحدث هذا المرض، وأن وجود أفراد من العائلة المصغرة مصابون بالتهاب التقرح يزيد من احتمال إصابة آخرين من أفراد العائلة بهذا المرض. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.